وذكر حجاج بغداد خبر وفاة المؤرخ أحمد بن طيفور الخراساني، مؤرخ من الكتاب البلغاء الرواة، أصله من مر الرز. ولد ببغداد، له نحو 50 كتابا، منها تاريخ بغداد والمنثور والمنظوم وكتاب المؤلفين وسرقات الشعراء وفضل العرب على العجم وأخبار بشار بن برد. توفي في بغداد عن عمر ناهز 76 سنة.